الفنان قيس عبد الفتاح. يا استاذ قيس اهلا بيك. استاذ قيس اتفضل. استاذ قيس اهلا بيك، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ قيس، اتفضل سامعني؟ اتفضل اتفضل. اولا يعني عايز اقول حاجه، الكلام عن سعاد يعني شيء انا قاعد متاثر جدا، لان سعاد طبعا انا قابلتها في فيلم خلي بالك من زوزو، واخد بالك؟ سعاد دي حاجه كبيره. سعاد انا ارفض حكايه ان هي تنتحر، لان انت لو عرفت سعاد، سعاد مثلا كانت واحنا بنصور زوزو يا وائل، كنا انا ماشيين مثلا تلاقي بتاع دوره تاكل دوره، بتاع الاسوس، مش انسانه تحب الحياه، وارفض حكايه ان هي يا نهار تنتحر. ابيض، سعاد لم ولا تنتحر يا يعرفوا وائل، حاجة عنها لا. وبعدين ولا انا مش يعرفوا حاجة حكايه عنها. يعني الاستاذه حب زنجار، انا الحياة، يا نهار بحييها ابيض، على انها النهارده مش حسبي الله حكايه، يعني ونعم حكايه الوكيل. يقولوا ان هي حبي انتحر دي انا حبي رافضها. خد اسالني عن سعاد حقك، حسني، انا في حسبي ما الله عملنا ونعم خلي بالك من الوكيل. زوزو قد غشوش ايه كانت غشوش. سعاد حابه للحياه وحابه ارفض الكلام ده. النهارده ازاي هم يقولوا ان هي انتحرت؟ لا، ارفض الكلام ده. كون ان هي وصلت الى مرحله من الفن الى درجه ان الناس حبتها هي مدام ناديه حاجه بتقول تانية هي خالص. اللي عاشت معاها هذه كلمه يا اللحظات. معلش يا مدام ناديه، طب هل مدام اديني انا ناديه، راجل كبير مش يا استاذ صغير وائل. يعني، هل ناديه ما شافتش المرحومه طيب الا يوم هسأل فرجها المصحه. قولي لي بليز، يعني اسكتي بقى شويه. هسأل سؤال، هل كان في محاولات سابقه، يعني اللي بينتحر ده ممكن يكون في حالات اكتئاب أصابته قبل كده، يعني هل كان في محاولات سابقة ولا؟ حاولت طبعا زمان لما كانت سعاد حسني، حاولت مرتين تنتحر. ايوه الفي الفي مرتين طيب. كمان والله شوهي صورتها اكتر ما انت بتشوهيها. انا اللي شوهي انا مش واخده طيب. بالي، انتوا واخدين استاذ فلوس قيس وبتشوهوها. عايز تضيف حاجه يا استاذ قيس ثانيه؟ حر سعاد حسني، نعم. احنا جبنا لك صورتك في الفيلم اهو. طيب عايز تضيف حاجه؟ عايز اقول يا استاذ وائل، سعاد دي ايقونه. سعاد حسني يا جماعه، اللي يعاشرها او يعرفها ارفض حكايه ان هي تنتحر. لا طيب لا يا ربنا استاذ يعرفوها وائل، منين يا استاذ ما وائل؟ انا اتصالاتي باختي كان في ترتيبات بشكرك. وتنظيمات، حاجات بنرتبها وحاجات بنعملها، والله العظيم ثلاثه العربيه بتاعتها كنا بننزلها ووضبناها لها وكل حاجه ونازله. طيب وكل واسال مدام بهيجه ومدام. في التعليق الاخير، لا ايه اللي بيخليكي على يقين تام تاني، لو انت بتلخصي على يقين تام من ان سعاد حسني قتلت، وانها قتلت بخطه شاركت فيها السيده ناديه يسري ووضعها السيد صفوت الشريف اللي يعني عنده اكثر من قضيه يحاكم فيها الان؟ يعني يا استاذ وائل، الجهاز السياسي السري، الجهاز ده موجود وحضرتك اكدت وجوده بطريقه غير مباشره في برنامج العاشره مساء مع منى الشاذلي، لما قلت ان في سياده المشير ساعتها كان السيد الرئيس دلوقتي عبد الفتاح السيسي، قال لك ان احنا عندنا مشكله مع حبيب العدل لان بيتجسس ويتسلط على. قال اكتشفنا ان ايضا الشرطه وقتها كانت تتجسس على القوات المسلحة وعلى كبار قادة القوات المسلحة. طيب ده يعني في سياق مختلف، بس ده ملوش علاقة. لا ليه علاقة ازاي؟ ده انا بثبت وجود الجهاز اللي هو فيه الجهاز ده، الجهاز اللي فيه المخطط لقتل سعاد حسني، وان هو في ولا الصفحة كان في الصفحة 530 ولا كان ان هي دي العميلة اللي هي الوسيط يا نهار ابيض اللي هم دفعوا لها 5000 استرليني عشان سهلت لهم دخولهم الشقه. عشان 5000 استرليني؟ ما انا هسالك يا مدام، والله العظيم ناديه. طب هقول لك حاجه، طيب. حاجه ثانيه، انا بجمع معلومات، يعني هي العميل اللي وانا بجمع معلومات عن ناديه يسري. لا لا لو سمحت، لا ناديه واحده يا استاذ وائل، هو في ايه؟ لو سمحت، لا 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 هو في ايه؟ ولا جاي عشان ايه؟ جاي عشان تتقال كل حاجه على بلاطه. لا مش هخش في خصوصيات لو سمحت. بتبيع ناديه خصوصيات دي ليها حاجات. انت بتتهمي بالقتل. طب هقول لك على حاجه ثانيه، في شاهد جه في البلاغ اسمه ويليام جورج بسامه. جيت عارفه. اعرف جوزها محمد القاضي مات في حادث ولا في المانيا، وانت قلت انه قتل يعني وهي سالته. انا بقى طب يعني انا عايز هو اللي شهد بده، اعوذ بالله. يعني انت طب وهخرج اي حد يقول اي حاجه؟ يا نهار ابيض،
كتير يا وائل. يعني انت عايزه تقولي لي ان ناديه يسري قتلت جوزها من قبل؟ يعني كل يعني بتقتل اذا كان هو ده الشاهد وما جبتش كلام ده ربنا ده كان مدفوع له يا حاسب ايه ما هي شغاله مع الجهاز اتحاسب ايه يا اعوذ بالله الجهاز هيحميها وطبعا يحميها ان جاءكم وائل نزلها مصر دلوقتي وسمحوا لها بالنزول اللي مين يا سمحوا لي ما انا بنزل وباجي على طول هي ممنوعه لا دي ممنوعه اساسا ده مين اللي قال كده ما انا دخلت ازاي ده انا دخلت اوريك الباسبور بتاعي اوريك الباسبور مدام نادية مدام نادية لو سمحت بص ان جاءكم فاصل بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالات جهاز مين ومش جهاز مين خلينا اكمل سراير مين جهاز سري بيكلفك بعملية القتل ما مرفوض ما تقولش ما تقولش مقابل 5000 5000 انا حق صاحبتي وبعدين هقتلها من بيتي نتكلم الحقيقه بقى انا عاوز اقتلها بره هقتلها من بيتي ايه الجنان ده ايه الملاخوليا ده انتوا واطيين وموتوه مش ممكن لا بس لو سمحت بقى نسمع سعاد حسني نسمع سعاد حسني يا جماعه